يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة من خلال شبكة أنتي أن وقناة ناين لايف أهلا بيكم معانا النهاردة ويوم جديد وحلقة جديدة من نهارك سعيد النهاردة إن شاء الله يوم السبت هيكون معانا أكتر من فقرة من الساعة 9 لساعة 11 هنكون موجودين معاكم على الهواء مباشرة عايزة أقول النهاردة من ضمن الفقرات اللي هتكون موجودة معانا هيكون معانا أول حاجة فقرة الصحافة اللي احنا دايما متعودين تكون موجودة معانا كل يوم باستثناء أي أيام بتكون موجودة معانا كل يوم هيكون معانا فيها الاستاذ خالد البلشي هو رئيس تحرير جريده البريد الالكتروني هيكلمنا النهارده عن اهم المنشطات واهم الاخبار الموجوده في جميع الجرائد يعني اي حد كده هو قاعد بيشرب القهوه الصبح ممكن وهو معانا كده يعرف ايه هي الاهم المنشطات والاخبار الموجوده في جميع الجرائد هيكون معانا النهارده كمان في فقره اخرى في نهارك سعيد هيكون معانا الشيخ اسلام عامر الشيخ اسلام عامر هو نقيب المأزونين وهنتكلم عن اضراب المأزونين يمكن كتير سمعنا عن اضرابات واعتصامات لكن اضراب واعتصام للمأذونين دي اللي جديده جدا، النهارده هنعرف تفاصيل الاضراب ده وليه وعشان ايه الاضراب ده حاصل، كل التفاصيل دي هنعرفها النهارده من خلال الفقره دي مع الاستاذ او الشيخ اسلام عامر، هيكون معانا كمان فقره مع الدكتور نور محمد نور فرحات هو استاذ القانون بجامعه الزقازيق هنتكلم معاه عن اختيار اللجنه التأسيسيه لصياغه الدستور فقره مهمه جدا يا ريت تتابعونا النهارده فيها آه كمان معانا فقره ناس كتير قوي هتبقى حابه تعرف عنها معلومات لانه اتطرحت كتير الفتره اللي فاتت ومحدش كان فاهم ايه هي بالظبط او ايه هي مواصفاتها او ليه هي طرحت من اساسها هيكون معانا فيها دكتور سوناتا هي دكتوره في جوده التعليم اما الموضوع فهو بيتكلم عن جوده التعليم الجامعي ولكن عن بعد، فعن بعد ده هل معناه انه ال ال الطالب او اللي بيتلقى العلم بيكون في مكان والدكتور او الاستاذ بيكون في مكان تاني وايه شروطه وليه اتطرح اصلا احنا كنا سمعنا عن الموضوع ده كان من فتره طويله جدا يمكن لما كان في انفلونزا الخنازير طرح الموضوع ده على اساس ان الناس ما تتجمعش في مكان واحد عشان انتشار الامراض والوقايه لكل الناس اللي موجوده في المكان او اللي بتكون موجوده في المكان هيكون معانا اخر فقره النهارده دكتور زين عبد الهادي هو رئيس دار الكتب والوثائق القوميه دار الكتب والوثائق القوميه واحنا طبعا من اقدم الدول اللي كان فيها دار الوثائق القوميه. بكده نكون قلنا لكم ايه هي فقراتنا النهارده صباحا كده هنكون موجودين معاكم من 9 ل 11 برضو من برده من ضمن الاخبار كان المشير طنطاوي امبارح صلى الجمعه في صلى الجمعه امبارح كان يوم الشهيد وصلى الجمعة اكيد هيكون برضو معانا النهارده كلام كتير في الموضوع ده في فقره الصحافه تابعونا واول فقره ونهاركم سعيد